فعلا وصفة حلوة قوي. بس ناقصها حاجة. أيوة أنا هسيح عليها حتة ليا علشان تديها طعم. خلاص هنتكلم على الرجيم هينزل تاني. هاي نينا. هاي يا حبيبتي. انا قاعده بكتب لك وصفه اكله هتعجبك، بفكر اعملها لك بكره على الغدا. Whatever. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ماليش. ما هدخل انام. لا تنامي ده ايه؟ استني. ايه؟ في ايه؟ حد زعلك في الشغل؟ امال في ايه؟ ما تتكلمي. رحت اعمل شوبينج وشفت فستان عجبني جدا، بس لما جيت اسال على مقاسي حسسوني ان انا جاي من جوراسيك بارك. ما عندناش مقاسك، كدابين. الهي ينشكوا في مقاساتهم البعد. على فكره مش شايفه نفسي تخينه، يعني يمكن في الاول كنت بتضايق، بس دلوقتي انا شايفه نفسي حلوه. مش بيرفكت بس حلوه. يا حبيبتي انت حلوه الحلوين، انما ايه حكايه الاول دي؟ قصدي زمان يعني. الا قوليلي، هو مين اللي كان بيبيع لك الفستان، راجل ولا ست؟ ست. عشان كده الستات، لو كان اللي بيبيع لك الفستان ده راجل كان عمله على مقاسك في ظرف ساعة زمن. هما الرجاله كده يحبوا الستات المدملكه اللي زيك، انما المعصعصه المقدده دي هيحبوا فيها ايه؟ انا مش هسكت لهم يا نينا، انا هخليهم يعملوا مقاساتي غصب عنهم. ما تشغليش بالك، انا بتكلم بجد، انا رفعت عليهم قضيه وهجرجرهم في المحاكم. يا حومتي